أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد رضعت من جدتي أم أبي عدة أشهر، ورضعت في المقابل عمتي من أمي عدة مرات وأشهر. نعم. يقول سلمك الله: لقد رضعت من جدتي أم أبي من جدتي أم أبي عدة أشهر، ورضعت في المقابل عمتي من أمي عدة مرات وأشهر. السؤال: هل يحق لي أن أتزوج من بنات عمي أو بنات عمتي؟ من بنات عمك أنت رضعت من جدتك أم عمك، يعني أنت تكون أخا لعمك، فلا تتزوج بنته لأنك تكون عما لها من الرضاع. إذا تزوجت من جدتك أم أبيك فلا تتزوج من ابنة عمك لأنك تكون عما لها من الرضاع، فهو عمك وأنت أخوه من الرضاع.